بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف السادس الأساسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان جمع المذكر السالم. قبل أن نبدأ هذا الدرس شرحا وتفصيلا، تعالوا بنا أبنائي لنتذكر بعض ما درسناه من معلومات. المفرد، فما مفهوم المفرد؟ ما دل على واحد، كأن نقول رجل أو مهندس أو طالب أو معلم، وهو للعاقل. أسد لغير العاقل، مفرد مذكر. كأن نقول أيضا حائط أو سور أو واحدة، ونقصد بذلك المفردة المؤنثة، كأن نقول فتاة أو امرأة أو طالبة، وهنا نقصد العاقل. لمبة كما نرى على الشاشة، فنقول هنا لمبة للمفردة المؤنثة غير العاقل، مثل شجرة، حديقة. المثنى، فما مفهوم المثنى؟ ما دل على اثنين. وعندما نقول اثنين نقصد بذلك المذكر، كأن نقول ولدان أو طالبان أو رجلان، وهنا نتحدث عن المثنى المذكر للعاقل. أما غير العاقل فنقول جرسان أو حائطان أو سوران. تعالوا الآن لننتقل إلى المثنى المؤنث، أو اثنتين، كأن نقول فتاتان أو امرأتان أو طالبتان. لغير العاقل كما نرى على الشاشة نحلتان أو شجرتان أو حديقتان. ننتقل الآن إلى مفهوم الجمع. ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، أو نقول ما دل على ثلاثة فأكثر، كأن نقول لاعبون أو رجال أو مواطنون، وهو جمع للمذكر العاقل. سيارات، وهنا الجمع أبنائي لغير العاقل، كأن نقول حدائق أو أسوار. فما أنواع الجمع؟ جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسيري. اليوم أبنائي سنتعرف على مفهوم جمع المذكر السالم وعلامات إعرابه. سأسير في هذا الدرس وفق خطوات، أرجو منكم الانتباه والتركيز. لنعبر عن الصور التالية بجمل مفيدة. أمامنا الآن صورة، كما نرى فلاح يحرث حقله. كيف نرى هذا الفلاح؟ ستقول يعمل الفلاح بجد ونشاط. الآن أبنائي سنقوم بجمع كلمة الفلاح، فماذا سنقول؟ كما نرى في الصورة مجموعة من الفلاحين، سنقول يعمل الفلاحون بجد ونشاط. انظر، الفلاح، الفلاحون. الآن الفلاح مفرد مذكر، فلاح. جمعنا كلمة الفلاح فقلنا فلاحون. الحروف باللون الأحمر هي الحروف الأصلية. ماذا زدنا على كلمة الفلاح؟ سنقول كما نرى واو ونون. فلماذا زدنا الواو والنون؟ يعمل الفلاح، كما نرى الموقع الإعرابي هنا فاعل مرفوع، فما علامة الرفع هنا؟ انظر، إنها الواو. وهنا نستنتج أن علامة رفع جمع المذكر السالم الواو. صورة أخرى، كما نرى
مهندس. هذا المهندس يعمل بجد ونشاط. إذا أخبرنا عن هذا المهندس فماذا سنقول؟ سنقول بالطبع المهندس مخلص في عمله. الآن لدينا مجموعة من المهندسين، فماذا سنقول في حال جمع كلمة المهندس؟ بالطبع سنقول المهندسون مخلصون في عملهم. انظر إلى الحروف باللون الأحمر، مهندس، مهندسون. وإذا ما نظرنا إلى المهندس نجد أن ترتيب الحروف لم تتغير، فقد سلمت هذه الحروف من التغيير، لذلك سميناه جمع مذكر سالم. انظر، المهندس، المهندسون. المهندس أبنائي جاءت في حالة رفع لأنها بدأت الجملة، فنقول المهندس مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما المهندسون، انظر، لقد زدنا على المفرد واو ونون، فما علامة الرفع هنا؟ إنها الواو. الآن انظر إلى كلمة مخلص، لقد جاءت خبر المبتدأ مرفوعا وعلامة رفعه الضمة. الآن أبنائي لو نظرنا إلى كلمة مخلصون، انظر، لقد انتهت بنون، وهذه النون تقابل التنوين في كلمة مخلص، لأن كلمة مخلصين جاءت نكرة. إذن ماذا نستنتج؟ جمع المذكر السالم اسم يدل على الجمع بزيادة واو ونون على آخر الاسم المفرد المذكر في حالة الرفع. ننتقل الآن إلى صورة أخرى. كما نرى، معلم في الصف. ما موقف الطلاب من المعلم؟ سنقول يحترم الطلاب المعلمة. الآن لدينا مجموعة من المعلمين مع الطلاب. إذا ما جمعنا كلمة المعلم فماذا سنقول؟ يحترم الطلاب المعلمين. انظر إلى كلمة المعلم، بالطبع ستقول الحروف في كلمة المعلم موجودة بالترتيب في كلمة المعلمين. معنى ذلك أن هذا المفرد المذكر عندما حولناه إلى جمع المذكر السالم بقيت حروفه مرتبة ولم تتغير، لذلك سميناه جمع مذكر سالم. انظر الآن، لقد زدنا ياء ونون على كلمة المعلم، فلماذا؟ تعال الآن بنا إلى الجملة، يحترم الطلاب المعلمة. لاحظ أن هذه الجملة جملة فعلية، فيحترم فعل مضارع مرفوع، والطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما المعلم فهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن انظر إلى كلمة المعلمين، هي أيضا مفعول به، ولكن ما علامة الإعراب؟ سنقول الياء. معنى ذلك أن علامة نصب جمع المذكر السالم هي الياء. صورة أخرى، كما نرى، متسابقا. فماذا سنقول؟ شاهدت متسابقا سريعا. شاهدت فعل وفاعل، متسابقا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الآن انظر، لدينا مجموعة من المتسابقين، اجمع كلمة متسابق في هذه الجملة فماذا ستقول؟ شاهدت متسابقين سريعين. الآن انظر، متسابقا، متسابقين. لقد زدنا على كلمة متسابق الياء والنون، فلماذا؟ لأن الاسم هنا في حالة نصب فهو مفعول به.
علامة نصبه في جمع المذكر السالم هي الياء أيضا. كما نرى وكما قلنا سابقا النون تقابل التنوين في المفرد. إذا نستنتج هنا جمع المذكر السالم اسم يدل على الجمع بزيادة ياء ونون على آخر الاسم المفرد المذكر في حالة النصب. ننتقل الآن أبنائي إلى حالة الجر. أمامنا صورة أخرى، كما نرى صياد يشتري منه طفل، فماذا سنقول؟ أشتري الأسماك من الصياد. في الصورة الأخرى لدينا مجموعة من الصيادين، اجمع الآن كلمة الصياد في هذه الجملة فماذا ستقول؟ أشتري الأسماك من الصيادين. انظر، الصياد، الصيادين. الحروف باللون الأحمر في المفرد موجودة في الجمع كما نرى، معنى ذلك أن هذا المفرد قد سلم عند جمعه ولم تتغير حروفه. الآن زدنا على كلمة صياد ياء ونون، فلماذا؟ انظر إلى الموقع الإعرابي، من الصياد، لقد سبق كلمة الصياد حرف جر وهو من، لذلك نقول الصياد اسم مجرور بحرف الجر من وعلامة جره الكسرة. أما الصيادين فهو اسم مجرور بحرف الجر من وعلامة جره الياء. ننتقل الآن إلى صورة أخرى. هل يعجبك هذا اللاعب؟ عبر عن إعجابك بهذا اللاعب، فماذا ستقول؟ أعجبت باللاعب الماهر. انظر، لدينا مجموعة من اللاعبين، اجمع كلمة اللاعب الآن فماذا ستقول؟ بالطبع أعجبت باللاعبين المهرة. الآن انظر جيدا، لاعب، لاعبين، المفرد لاعب، الجمع لاعبين، الحروف لم تتغير، لذلك قلنا جمع مذكر سالم. انظر الآن، لقد زدنا على كلمة لاعب الياء والنون، فلماذا؟ لو نظرنا إلى الحرف الذي يسبق اللاعب سنجد أنه حرف الباء، معنى ذلك أن كلمة اللاعبين اسم مجرور بحرف الجر الباء وعلامة جره الياء كما نرى على الشاشة. فماذا نستنتج؟ جمع المذكر السالم اسم يدل على الجمع بزيادة ياء ونون على آخر الاسم المفرد المذكر في حالة الجر. سنستعرض بعد الفاصل إن شاء الله أمثل على الحالات الثلاثة، فانتظروني. عدنا إليكم أبنائي الطلاب مرة أخرى، وتعالوا الآن لنستعرض بعض الأمثلة على الحالات الثلاثة. الأمثلة: يحترم المسلمون جيرانهم، يحب الناس الصادقين، للصابرين أجر عظيم. المثال الأول: يحترم المسلمون جيرانهم. جمع المذكر السالم هنا مسلمون، فما مفرده؟ مسلم كما نرى. ما حرف الزيادة اللذان زدناهما على كلمة المسلم حتى أصبحت المسلمون؟ كما نرى الواو والنون. الآن ما الحالة الإعرابية؟ انظر جيدا، يحترم المسلمون جيرانهم. يحترم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أما المسلمون فقد جاءت فاعلا مرفوع وعلامة رفعه الواو كما نرى على الشاشة. ننتقل الآن إلى المثال الثاني، يحب الناس الصادقين. الصادقين
جمع مذكر سالم، فما مفرده؟ صادق. ماذا زدنا على كلمة صادق وهي المفرد؟ انظر، ياء ونون. الآن ماذا نعرب كلمة الصادقين؟ سنقول مفعول به منصوب، فما علامة إعرابه؟ انظر، إنه منصوب وعلامة نصبه الياء. الحالة الثالثة، للصابرين أجر عظيم، جمع المذكر السالم الصابرين، المفرد صابر. ماذا زدنا على المفرد هنا؟ ياء ونون. فلماذا؟ انظر جيدا إلى الحرف الذي سبق كلمة الصابرين، إنه اللام. معنى ذلك أن الصابرين جاءت اسما مجرورا بحرف الجر اللام وعلامة جره الياء. ماذا نستنتج أبنائي الطلاب؟ علامة رفع جمع المذكر السالم الواو، وعلامة نصبه وجره الياء. الآن تعالوا بنا لننتقل إلى بعض التدريبات. عين الخطأ في العبارات التالية مع ذكر الصواب. جمع المذكر السالم اسم يدل على اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على آخر المفرد المذكر. ماذا قلنا؟ هل يدل على اثنين؟ إذن الخطأ هنا اثنين. الصواب أن نقول أكثر من اثنين. علامة رفع جمع المذكر السالم الضمة. أين الخطأ هنا؟ ماذا قلنا في علامة رفع جمع المذكر السالم؟ انظر، الخطأ هنا الضمة. فما الصواب؟ سنقول الواو. الاسم موازين يدل على جمع مذكر سالم. ماذا نفعل هنا؟ سنأتي بالمفرد، فما مفرد موازين؟ ستقول ميزان. هل زدنا عليه حرفين ياء ونون أو واو ونون؟ بالطبع لا، والحروف هنا كما نرى قد تكسرت وتغيرت من المفرد إلى الجمع. إذن كلمة موازين هنا لا تدل على جمع مذكر سالم، بل إنها تدل على جمع تكسير. تدريب آخر، اختبر نفسك. جميع ما يلي جمع مذكر سالم ما عدا: بساتين، مفكرين، مبدعين، مسلمين. ماذا ستفعل هنا؟ بالطبع ستأتي بمفرد كل كلمة من هذه الكلمات. فما مفرد بساتين؟ ستقول بستان. مفكرين، مفكر. مبدعين، مبدع. مسلمين، مسلم. انظر إلى الكلمة الأولى، هل زدنا عليها ياء ونون؟ بالطبع لا، نسمي هذا الجمع جمع تكسير. معنى ذلك أن كلمة بساتين لا تعتبر جمع مذكر سالم. الكلمة التي تدل على جمع المذكر السالم في الكلمات التالية: يسبحون، يشكرون، رائعون، يقدرون. ماذا ستفعل هنا؟ الآن أطالبك أن تحذف الواو والنون من كل كلمة من هذه الكلمات. ستقول يسبحون، يسبح. يشكرون، يشكر. رائعون، رائع. يقدرون، يقدر. انظر الآن، يسبح، يشكر، يقدر، إنها أفعال. أما كلمة رائع فهي اسم، والدليل على ذلك التنوين، فرائع وجمعها رائعون، فهي جمع مذكر سالم. علامة نصب جمع المذكر السالم الفتحة، الياء والنون، الياء ثبوت النون. اقرأ الجملة جيدا. علامة نصب جمع المذكر السالم، تذكر
أن جمع المذكر السالم يعرب بالحركات الفرعية للأصلية، أي بالحروف لا بالحركات. ستقول هنا الياء. املأ الفراغ بالكلمة المناسبة من الكلمات الملونة باللون الأحمر. الصادقون، الصادقين. احترم فراغ من الناس، فراغ محبوبون، اللهم اجعلنا من فراغ. الآن إذا أردت أن تملأ الفراغ فيجب عليك أن تعرف الموقع الإعرابي لهذه الكلمة. احترم الجملة الأولى، احترم، من تحترم؟ بالطبع ستقول الصادقين، فلماذا؟ لأن كلمة الصادقين جاءت مفعولا به منصوب وعلامة نصبه الياء. فراغ محبوبون، انظر جيدا، جملة اسمية تبدأ بمبتدأ والمبتدأ يكون مرفوعا، سنقول الصادقون محبوبون. تبقت لدينا كلمة واحدة، سنقول اللهم اجعلنا من الصادقين، فلماذا؟ لأن كلمة الصادقين جاءت اسما مجرورا بحرف الجر من وعلامة جره الياء، لأنه جمع مذكر سالم. صوب الكلمة الخطأ مع ذكر السبب. كرم الناظر المتفوقون من الطلاب، فأين الخطأ هنا؟ انظر، درسنا اليوم جمع المذكر السالم، انظر إلى كلمة المتفوقون، بالطبع هي الكلمة الخطأ، فلماذا؟ كرم فعل والناظر فاعل، أما المتفوقون فقد جاءت مفعولا به، سنقول كرم الناظر المتفوقين من الطلاب. أعرب الآن، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. السائقين مطالبون بالحذر، انظر إلى كلمة السائقين، لقد جاءت مبتدأ وهي جمع مذكر سالم، والصواب أن نقول السائقون مطالبون بالحذر. أعرب السائقون الآن، فماذا ستقول؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. كان القاضي من العادلون، من العادلون، يرفع جمع المذكر السالم وعلامة رفعه الواو، وعند الجر نقول كان القاضي من العادلين. الآن حاول أن تعرب كلمة العادلين، فماذا ستقول؟ اسم مجرور بحرف الجر من وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. أبنائي، تعالوا بنا الآن لنتذكر ما تعلمناه في هذا الدرس. جمع المذكر السالم اسم يدل على الجمع بزيادة واو ونون أو ياء ونون على آخر المفرد المذكر، فنقول معلم، معلمون في حالة الرفع، ومعلمين في حالة الجر والنصب. علامة رفع جمع المذكر السالم الواو، وعلامة نصبه وجره الياء، فنقول مهندسون في حالة الرفع، ومهندسين في حالتي النصب والجر. يعرب جمع المذكر السالم بالحركات الفرعية، أي الحروف لا الحركات الأصلية. فالحركات الأصلية أبنائي هي الضمة في حالة الرفع، الفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر. وفي الختام أبنائي، لا يسعني إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم، راجيا من المولى عز وجل أن تعم الفائدة عليكم جميعا. سعدت بلقياكم، دمتم للعلم شموعا، ودام العلم لكم نبراسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.